بسم الله الرحمن الرحيم. فزي ما يعني تطرقنا لكل الأمور اللي مرت معنا في السابق كلها عبارة عن جنرال توبكس لها علاقة مباشرة بالدرج، درج أكشن، درج كاينيتيك، حتى إيفن درج توكسيسيتي. فبليف إت أور نوت كل المعلومات اللي مرت معنا راح ترجع تتكرر معنا خلال الميديسنال 1 بالشباتر الجايه وحتى في الميديسنال 2. وراح اذكركم يعني طلاب الميديسنال 2 المحاضره الماضيه يعني سالتهم عن شغلات فيري سمبل لها علاقه بالاسيدتي والبيسيسيتي، لها علاقه بالابزوربشن، لها علاقه بالبولاريتي، وعدد قليل جدا للاسف يعني جاوب، مع انه شغلات فيري بيسك وحكينا مهمه جدا راح نبني عليها شغلات كثير في المستقبل. فيا ريت نظلنا مركزين بالشرح اللي بنشرح في الميديسنال 1. طيب اليوم راح نبلش كمان في موضوع جنرال اللي هو الريسبتر از ا تارجت فور دراج، لانه زي ما بنعرف الادويه في المجمل in order to exert its effect it must bind to a biological target، وهذا حكينا عنه. البيولوجيكال تارجت عاده بيكونوا ماكرومولكيول داخل الجسم بغض النظر كانت داخل الانسان او داخل البكتيريا او الفيروس او وات ايفر. فاليوم راح نتعرف عن ماهيه الارتباط، يعني mainly we are going to talk about the dynamic properties of drugs. كنا نحكي في السابق عن الفارماكوكاينتيك، اليوم راح نشوف كيف الدواء ممكن يرتبط وهل ارتباطه ممكن يعمل اكتيفيشن للريسبتر او انتاجونيزم للريسبتر. اوكي طيب، طبعا هسه في عندنا احنا بروتين بشكل عام، ممكن يكون انزيم، ممكن يكون ايش ميلي. شباب الناس اللي معنا، بس مش الناس اللي داخلة على الزوم، انزيم او ريسبتر. انزيم او ريسبتر. طيب طبعا both of them are what؟ بروتين. بروتينز يعني امينو اسيدز، بوليبيبتايد. اوكي طيب هسه الريسبتر وين مينلي موجود؟ هل موجود ان سوليوشن ولا از انتجرال بروتين يعني ممبرين باوند بروتين؟ ممبرين باوند بروتين دكتور. بالضبط، انتجريتد بروتين او اللي بنسميه ممبرين باوند، يعني زي هيك تقريبا ممكن نحكي هذا هو الممبرين وهذا هو البروتين. mainly membrane bound. هنا almost all enzymes are soluble بروتين. طبعا لما احكي عن يعني مش كلهم، المعظم الغالبية من الانزيمز بتكون soluble proteins. في بعض الانزيمز عدد قليل بتكون bounded to receptor، يعني بكون هون الريسبتر وبكون الانزيم مربوط فيه مثلا، بس عددها قليل. طب شو يعني soluble بروتين؟ هل في عندي بروتين بكون ذائب بالماء؟ مين بيعرف يعطينا فكرة واعطيني دليل؟ هل البروتينز water soluble؟ البروتينات الموجودة بالدم بلازما هل بتكون water soluble؟ شو تعريفكم للwater solubility؟ وهي شرحناها لما حكينا عن solubility والpolarity. مش حكينا الwater solubility هي قدرة السولفنت إنه يتخلل in between the solute molecules، إنه يدخل بين السوليوت molecules.
هل البروتين مولكيولز ممكن تتباعد عن بعضها اذا حطيناها في المي؟ البروتين اتس نوت ووتر سوليوبل، ما بيدوب بالمي. يعني اصغر بروتين اللي هو الانسولين يمكن بوصل 30 امينو اسيد، اتس نوت ووتر سوليوبل. شو يعني حتى يعني بالمقارنه مع الاذر بروتينز، في عندنا بروتينات فيها 300 و400 و1000 امينو اسيد. طب ليش سميناها سوليوبل؟ سوليوبل معناها اتس نوت باوندد، فهو موجود بالسوليوشن. يعني وين طيب سوليوشن؟ وين؟ بالسيتوبلازم، بالاكسترا ستيشيال فلويد. زي ايش في عندنا اكسترا ستيشيال؟ مين بعرف؟ شو في عندنا اكسترا ستيشيال فلويد داخل الجسم؟ بلازما. شو كمان؟ شو مالكو؟ جي اي تي سكريشنز، السوائل اللي بالجي اي تي. شو كمان؟ ساينوفيال فلويد، CSF، Cerebrospinal Fluid. كل السوليوشن اللي برا الخلايا تعتبر Extrastitial Fluid، وهي بتكون مليئة بالإنزيمز. طيب شوفي عندنا كمان فروقات بين البروتين، بين الإنزيم والريسبتر. شوفي عندنا فروقات دكتور، يعني الانزيم مش سوليوبل صح؟ لا مش سوليوبل، سسبندد بكون، بس بكون عاين يعني بمعنى. طيب الريسبتر المركب الطبيعي the natural compound بيرتبط فيه is called شو؟ ligand. هنا the natural compound is called what؟ substrate. substrate بالضبط. طيب المنطقة اللي بيرتبط فيها الليجند it's a small area inside the receptor it is called the binding ايش؟ site. وهنا تسمى binding site، بس في لها اسماء كثيره بالانزيم. شو بنسميها؟ مين بعرف؟ active site. بالضبط active site بنسميها catalytic site، بنسميها active دومين او كاتاليتيك دومين. كلها هاي اسماء للمنطقه اللي بيرتبط فيها السبستريت. طيب انزيم بلس سبستريت بعطيني انزيم سبستريت كومبلكس. بعدين شو بعطيني؟ مين بعرف؟ انزيم وبرودكت. بعطيني بالضبط برودكت. اذا the substrate will be converted will be chemically converted into product. طيب هون ريسبتر زائد ليجند بعطيني ريسبتر
ليجند كومبلكس او انترميديت، بعدين شو بعطيني؟ مين بيعرف؟ هو بعطي اكشن معين صح؟ اذا هل بتحول الليجند لشيء ثاني؟ لا. اذا بعطيني ريسبونس. والليجند بيطلع والريسبتر بيطلع. اوكي؟ فهاي اهم الفروقات اللي بين الريسبتر والإنزيم. اوكي شباب؟ طيب طبعا هون نرجع على الوايت بورد، في سؤال؟ طيب هسا حكينا انه الانزيم بيرتبط بالسبستريت بيعطيني هذا الكومبلكس. متى بعتبر السبستريت بوتنت سبستريت؟ لما يكون ارتباطه قوي ولا لما يكون ارتباطه ضعيف؟ قوي. لما يكون ارتباطه قوي بالانزيم. فهذا السهم اللي رايح لهناك شو بنسميه؟ dissociation constant. dissociation constant. فعشان تدرس دواك انه potent or not شو بندرس؟ dissociation constant. اذا كان الكي دي عالي رقم كبير، فهل الديسوشيشن سريع ولا بطيء؟ سريع. سريع. اذا هل الارتباط قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. اذا هو المركب شو ماله؟ ويك، مثلا انهبيتر فور ذا انزيم. اذا the dissociation of the complex will determine whether your drug is potent or weak inhibitor of the substrate. And the same story is for the ligand. كل مكان ارتباطه قوي، كل مكان potent أو يعني effective interaction. مفهوم هاي النقطة؟ طبعا ليش بنشرحها؟ لأنه أحيانا بتوصلنا النتائج تبعت المركب الدوائي تبعي على شكل KD، فهل أنا بدور على رقم كبير ولا رقم صغير؟ يعني بيجيني تيبل بهاي الأرقام، أنا بدي أدور على KD عالية ولا KD قليلة؟ على KD عالية. KD عالية إنه مركبك مرتبطش كويس. قليل دكتور. بالضبط. I'm looking for low KD. طب دكتور بدي كمان إشي ينفصل، إنه ما بدي كمان. لا يكون هو أنا قاعد بحكي عن inhibitor. آه تمام. أنا بحكي عن enzyme inhibitor، ما هو في النهاية رح ينفصل. اليوم رح نحكي كمان عن ماهية الارتباط. الارتباط هو reversible، بس هل ارتباط دواء قوي يعني بيعمل روابط كثيرة مع الريسبتر أو مع الإنزيم، فهو رح يطول بالارتباط، فراح يكون مركب بوتنت. فبشكل عام we are looking for low KD. اوكي طيب هنرجع للسلايد. طبعا احنا بنعرف انه حكينا الانزيم والريسبتر هم عباره عن بروتينز وبتشابهوا في كثير من الخصائص. كونه بروتين اذا في لهم كواترنري ستراكشر، يعني احنا ما بنتفرج على البروتين على شكله ثنائي الابعاد. We are looking for the quaternary structure of the protein. وتعلمنا في البيوكيمستري انه البروتين ببلش تصنيعه من الرايبوزوم على شكل برايمري، بعدين سكندري، بعدين تيرشري، بعدين كوترنري، بعدين the mature بروتين. صح ولا غلط؟ فكل الشغلات هاي تعلمناها. حكينا الريسبتر هو بشكل عام بروتين باوند، ف يعني ما تركزوش كثير على الرسمه وعلى الارقام وعلى الرموز اللي موجوده هنا. فمثلا هذا عباره عن انزيم
ماب كي مثلا كاينيز انزيم، هذا ريسبتر. وهنا في عندي كمان انزيمز مرتبطه بالريسبتر، هذا مثلا انزيم فري انزيم، هذول كلهم انزيمز. شايفين كيف they are freely floating بالسيتوبلازم، تمام؟ هاي بس عبارة عن أمثلة، هذا الإشي حكيناه. Receptor bind to the ligand. الليجند شو بنسميه؟ primary messenger. أوكي؟ طبعاً ارتباط الريسبتر بالمسنجر أو بالليجند شو بيعمل بالريسبتر؟ شو يعني change in its conformation؟ شو يعني conformation؟ مين بعرف شو يعني conformation؟ يعني باختصار بالشكل بالهيئة بالشكل اللي هي بال الفولدينج، نعتبر بالروتيشن اوف، وكل هذا راح ياثر بالاخير على شكل الريسبتور. هسه هذا تشينج ان ذا كونفورميشن ويل انيشيت ا سيريز اوف ايفنتس. ممكن هذا تشينج ان ذا كونفورميشن ويل اكتيفيت سيرتن تايب اوف انزيمز، اوكي، will activate certain type of binding protein، أو ممكن يحفز إفراز secondary messengers. بالنهاية هاي الكاسكيد of reactions will result in what؟ in a response. واضحة الفكرة؟ طبعا احنا ما راح نركز بالتفصيل على الشغل تبع الريسبتر، راح ناخذ بشكل عام، فكثير شغلات راح نشيلها، راح نشطبها اليوم، ما راح اسالكم عنها، اللي هي في صميم عمل الريسبترز، مش كثير بتهمني انا كميديسنال كيمست. اما اذا بالاخير انا رحت ركزت على ريسبتر معين، طبعا راح اضطر ارجع ادرسه بالتفصيل، شو اللي بصير قاعد، وين ممكن دواي يرتبط، لما يرتبط دواي شو راح يعمل، كل هاي الامور بركز عليها بس لما اكون انا سبيسيفيك لريسبتر معين. اليوم بس احنا راح نركز على اهم انواع الريسبترز وكيف ممكن يصير عندي what is called the transduction of the receptor action. مفهوم؟ طيب هسه السيجنال ترانزدكشن، ولو اخذنا مثال كمان راح نتعرف عليه بالميديسينال 1 لما نحكي عن الكولينيرجيك والادرينيرجيك. تخيل معي هاي الكرات الزهريه او البنفسجيه هي عباره عن الاسيتايل كولين. طبعا الاسيتايل كولين بيكون مخزن بالفيزيكال، لما تيجي مسج او سيجنال بصير عندي ريليز له. لما يصير عندي ريليز وين بروح بيرتبط؟ وين بروح بيرتبط؟ مع الكولينيرجيك ريسبتر. بالضبط، مع الريسبتر، وهذا هو البايندينج سايت، شايفين؟ هسه ارتباطه بالريسبتر او بالكولينيرجيك ريسبتر will induce a cascade of reactions اللي بنسميها signal transduction and the release of secondary messengers. هاي المسنجرز مثلا في حالة المسكرينيك ريسبتر بتكون الجي بروتين، جي بروتين افكتور بروتينز، وهو اللي راح يؤدي ل اللي هي كمان سيجنال ترانزدكشن وامبليفيكيشن اوف، وممكن يؤدي للجين اكسبريشن. فبنلاحظ انه ارتباط الريسبتر ما اعطاني ريسبونس مباشر، لا، عمل لي اكتيفيشن لافكتور بروتين، عمل لي ريليز لسيرتن تايب اوف سكندري مسنجرز، والسكندري مسنجر هاي هي اللي ممكن تروح ترتبط بريسبترز ثانيه
او ممكن تعمل اكتيفيشن لميتابوليزم او لكثير شغلات. اوكي، هذا الشيء اللي بنحكيه احنا بالاكتيفيشن اوف ريسبتور. يعني دكتور الريسبونس نعتبره من السكندري ماسنجر؟ بشكل عام الريسبونس بكون من، يعني مثلا لو اخذنا النيكوتينيك ريسبتور، لما يرتبط الاستالكولين بالنيكوتينيك ريسبتور، النيكوتينيك ريسبتور بتحول لايش؟ لشو؟ لشانل. الشانل بيؤدي لدخول الكالسيوم. لما يدخل الكالسيوم بصير عندي اكشن بوتنشال، فانا بعتبر الكالسيوم سكندري ماسنجر بهاي الحاله. الكالسيوم اكشن بوتنشال بيعمل لي فرق بالاراوند ميمبرين، وبالاخير بيؤدي لشو؟ للمايوتين والمايوسين اللي هي كونتراكشن، وبيؤدي للمسل كونتراكشن. فاذا مش الاستالكولين هو اللي ادى لهي الشغله، السكندري ماسنجر هو اللي عمل المسل كونتراكشن. طبعا في تفاصيل كثيره بصراحه بالريسبتر دراج انتر اكشن والريسبتر ليجن انتر اكشن، ما راح نتطرق لها، يعني المفروض انها مرت بشكل او باخر في البايوكيمستري معكم. طيب اذا حكينا السيجنال ترانسدكشن هي من اهمها السكندري ماسنجر. اهم السكندري ماسنجر، وهي بدنا نحفظهم هذول داخل جسم الانسان، اللي هم سته: السايكليك اي ام بي، سايكليك جي ام بي، الداج اللي هو الدايسايل جلايسرول، الانوسيتول ترايفوسفيت الاي بي 3، شايفين هنا الكالسيوم، والفوسفو انوسيتايد. هذول عباره عن اشهر الماسنجرز اللي داخل الجسم. هم عباره عن سمول مولكيولز ذات ديفيوز رابيدلي ثرو ذا سيتوبلازم تو ذير بروتين تارجتس. هم عاده بيطلعوا بيرتبطوا في بروتينز معينه بانزيمز معينه، وممكن يعملوا لي الامبليفيكيشن اوف ذا اكسترا سيلولار سيجنال. استراكشرات مش مطلوبه منا لهاي المركبات. السيجنال امبليفيكيشن، بس ناخذ الفكره شو يعني سيجنال امبليفيكيشن. احنا لما حكينا قبل شويه على اسيتايل كولين، مولكيول واحد بيرتبط بمين؟ بالريسبتر. هذا المولكيول ممكن يعمل اكتيفيشن مش لواحد سكندري ماسنجر، ممكن يطلع عندي 5 او 6 سكندري ماسنجرز، والسته ممكن يعملوا اكتيفيشن ل tens of effector proteins. فهذا اللي بنسميه signal amplification. لاحظين معي ابنفرين مثلا بصير عندي amplification، بيعمل لي اكتيفيشن السكندري ماسنجر اللي هو السايكليك اي ام بي. لاحظوا معي قديش عمل اكتيفيشن ل 10 of cyclic AMP. بعدين السايكليك AMP بيعمل activation للي هو البروتين كاينيز بأعداد أكبر وأكبر and so on. أوكي؟ هذا الإشي نسميه signal amplification، اللي هي تضخيم المسج أو الإشارة اللي وصلتني. فالمسج ما بتطلع بسبب one molecule of epinephrine. واضح؟ نكمل شباب؟ دكتور. طيب هسه انواع الريسبتورز في عندنا تقريبا اهم يعني نوعين مهمات. واضح. اللي هو الممبرين باوند اللي حكينا بكون انتجرال بروتين، وعادة البايندينج سايت في الممبرين باوند وين بتكون؟ وين شايفين يا شباب انتم؟ المنتصف. لا مش شرط يعني المنتصف، على السيرفس تبع الممبرين اللي هي اكسترا سيلولار ولا انترا سيلولار؟ اكسترا سيلولار. اكسترا سيلولارلي.
هاي نقطة مهمة بدنا نعرفها. extra cellular الريسبتر اللي بكون intra cellular عادة هذا الريسبتر ما بكون membrane bound وممكن يكون ال binding site في أكثر من موقع، ممكن يكون هون ممكن يكون هون ممكن يكون هون بغض النظر بتهمناش، بس هذا وين بكون intra cellular عشان دواك أو الليجند يرتبط بده يكون له قدرة إنه يدخل جوا السل عشان يرتبط. أوكي هنا there is no need for your drug to enter inside, it will just bind extra cellularly. أوكي طيب هسا الممبرين bound receptor أشهرهم اللي هو الجي بروتين كابلد ريسبتر، أكيد سمعتوا فيه الجي بروتين كابلد ريسبتر، وفي عنا ريسبتر بنسميها الكاينيز ليجند، وفي عنا إنزيم بنسميها الأيون تشانل لينكد ريسبتر. أوكي هذول الثلاث أنواع من الممبرين باوند ريسبتر بدنا نحفظهم. فمثلا الجي بروتين كابلد ريسبتر من 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 اشهر الامثله المسكرينيك ريسبتر اللي حكينا عنه قبل شوي، في عندنا الانجيوتنسين ريسبتر سمعتوا فيه الانجيوتنسين ريسبتر كمان هذا يعتبر جي بروتين كابل ومجموعه كبيره بصراحه من الريسبتورز، هذا بكون مربوط بالجي بروتين وبعدين الجي بروتين بيعمل لي اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي اند سو اون. مثلا هنا الانجيوتنسين ريسبتر في عندنا نوعين واكيد سمعته في الادويه اللي بترتبط بالانجيوتنسين ريسبتر اللي بنسميها الاربس، سمعتوا فيها؟ في حد سمع بالاربس؟ دكتور اللي هي الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر بالضبط، زي الفالزرتان الديوفان زي اللوزرتان زي الكانديزرتان انتي هايبرتنسيف دراجز. طيب الليجند جيتد ايون شانل ريسبتور زي مثلا النيكوتينيك ريسبتور زي ما حكينا قبل شوي، النيكوتينيك ريسبتور بيكون عبارة عن ريسبتر مسكر لما يرتبط فيه الأسيتايل كولين بتحول لإيش؟ لتشانل بتدخل صوديوم بتطلع بوتاسيوم، بعدين دخول الصوديوم بيؤدي للي هو الإكسشينج وذ كالسيوم، بالنهاية بيؤدي للمسل كونتراكشن. الستركشر ما بهمنا شباب لانه بالسلايد اللي بعديه حاكين عن الستركشر بالتفصيل اللي هو الالفا والبيتا والجاما والدلتا. بنلاحظ احنا انه الاسيتايل كولين بيرتبط بالالفا بروتين، في له بايندينج سايتس على الالفا بروتين، ولاحظوا معي وين؟ بالاكسترا سيليولار، بعدين بصير كونفورميشنال تشينج. هنا لاحظوا معي هذا النيكوتينيك ريسبتر، شايفين كيف الشانل مسكره؟ لما يرتبط الاسيتايل كولين او الاجونست بتغير شكل الريسبتر، يعني كونفورميشنال تشينج ان ذا ستراكشر اوف ذا ريسبتر ذات ويل بي كونفيرتد انتو وات؟ into channel. فمهم جدا اني اعرف الconformational change اللي تم على الريسبتور. هذا بالنسبه للليجند جيتد ريسبتورز، شايفين هنا الصوديوم بعدين بصير عندي كالسيوم ريليز بعدين بيؤدي للمسل كونتراكشن.
طبعا جي بروتين كابل ريسبتر ما تركزوا كثير على الاستراكشر ما بدني اياه. فهون ال7 ترانس ممبرين والسب يونتس الموجوده ما بتهمني كلها. فالجي بروتين بيرتبط بانترا سيلولارلي، يعني هون اكسترا سيلولار سبيس تبع الريسبتر، وهون الانترا سيلولار سبيس الجي بروتين بكون رابط انترا سيلولارلي. اوكي زي هيك، هذا هو الريسبتر، في عندي الجي بروتين وعندي الليجند مرتبط اكسترا سيلولارلي. اوكي بعدين لما يرتبط الليجند بالريسبتر بتغير شكل الجي بروتين، بيؤدي للريليز اوف اللي هي السكندري مسنجرز. فكل حكي هذا ما تركزوا عليه، بس وين ما وجود الجي بروتين والليجند وين عاده بيرتبط بالجي بالجي بروتين كابلد ريسبتر. فهنا الفكره اللي انا حكيتها، الجي بروتين بتغير شكله، بعدين ببلش عندي ياثر على الافكتور بروتينز والسكندري مسنجرز. تمام، لاحظوا معي لما ارتبط الليجند الجي بروتين تغير شكله، فك جي تي بي، جي بروتين بروح بيرتبط بالافكتور انزيمز، والافكتور انزيمز بيحول الان اكتف سكندري مسنجر لاكتف سكندري مسنجر، وهذا هو اللي بيعمل لي السيلولار ريسبونس. فما بدنا الامور هاي، مش مطالبين فيها. ابسط مثال على الافكتور بروتين الادينالات سايكليز، بيحول الاي تي بي لسايكليك اي ام بي. فالاي تي بي يعتبر سكندري مسنجر but it is inactive in this form، بتحول للسايكليك اي ام بي، اتس سكندري مسنجر that will activate kinase enzyme. واضح؟ شايفين؟ فلما عمل لي activation للcyclic AMP، الcyclic AMP روح راع على الكينيز، والcertain kinase مثلاً ممكن يكون مهم بالbreakdown of fat. فهاي هي response اللي أنا حصلت عليها من الactivation of G protein coupled receptor. Okay. Phospholipase it is another effector protein. بيحول البي اي بي للداك، والداك كمان بروح بيعمل لي كاسكيد اوف رياكشنز، وممكن ياثر على الريليز اوف كالسيوم. ففورجيت يعني all these things I will not ask about. خلينا نشوف مثال على another integral protein اللي هو التايروسين كاينيز لينكد ريسبتور، وهذا مهم جدا. في عندنا كثير ادويه انتي كانسر بتشتغل على هذا النوع من الريسبتورز. طبعا هذا الريسبتور عاده بكون مرتبط وين؟ طبعا هون بنلاحظ على البلازما ممبرين، وفي كثير ريسبتورز من هذا النوع مربوطه على النيوكليير ممبرين. اوكي لاحظوا معي التايروسين كاينيز، تايروسين كاينيز انزيم ولا مش انزيم؟ خلينا نسال الناس النايمه معنا. رنيم، رنيم من بيضين، مش موجوده؟ طيب حمزة دقامسة. يس دكتور. حمزة معنا؟ الكاينيز انزيم؟ انزيم. بالضبط، شو بيعمل؟ تعرف شو التفاعل اللي بيعمله؟ لا والله. بيعمل فوسفوريليشن. اوكي. الكاينيز كل انواع الكاينيز انزيم تعمل فوسفوريليشن. طبعا لمجموعة كبيرة من الاندوجينوس والاكزوجينوس كومباوند. anyway. فلما الليجند يرتبط هون بيعمل اكتيفيشن للتايروسين كاينيز، بعدين التايروسين كاينيز it will phosphorylate a group of endogenous compounds داخل الخليه.
فforget all these things. من أشهر التايروسين كاينيز linked receptors إشي بنسميه الـ EGFR Epidermal Growth Factor Receptor EGFR. ليش بحكي على هذا الحكي؟ لأنه في مجموعة مهمة من الـ Anti-Cancer Drugs بيرتبطوا على الـ EGFR. أوكي؟ طبعاً الـ EGFR اللي هو الـ Epidermal Growth Factor Receptor مهم جداً للـ Cell Growth and Proliferation. فشايفين؟ الـ Epidermal Growth Factor بيرتبط على الـ Epidermal Growth Factor Receptor اللي هو الـ EGFR. لما يرتبط بيعمل لي تحفيز للترانسكريبشن دي ان اي ترانسكريبشن شيء بنسميه الانجيوجينيسيس. مين بسمع بالانجيوجينيسيس؟ انجيو جينيسيس مين سمع فيها؟ اللي هي عباره عن النيو بلاد فيزل production أو synthesis, new blood vessel synthesis. طبعاً بتلاحظوا معي أنا بحكي عن transcription, بحكي عن proliferation, بحكي عن angiogenesis. فهاي كلها التفاعلات مهمة لنمو الخلايا وخصوصاً الخلايا السرطانية اللي بتنمو بشكل كبير. طب إذا أنا منعت الـ EGFR من العمل هل ممكن أحصل على أنتي كانسر دراج؟ شباب نحكي جود المومني. جود مش معنا. نعم دكتور معنا جود؟ معك. لما أنا أمنع الـ EGFR يا جود هل بتتوقعي أعالج مرضى السرطان أو أقتل الخلية السرطانية؟ لا يعني أتوقع تقلل. يعني راح يعني أمنع الجروث تبعها ولا مش راح أمنع الجروث تبعها؟ لا معنا حكينا الـ EGFR مهم للجروث والبروليفريشن. فإذا أنا منعته إذا راح أمنع السيل جروث والسيل بروليفريشن. فإذا أنا ممكن أعالج أو أقتل الخلية السرطانية. ففعلا هذا التارجت يعتبر تارجت مهم للنيو أنتي كانسر دراجز. أكيد سمعته في الإيميتينب واللاباتينب والجيفيتينب. سمعتوا فيهم ولا سلامتك؟ دكتور بس في عندي سؤال. ايوه شو اللي بيحفز ارتباط الليجند بالريسبتور؟ يعني متى بيرتبط فيه؟ شو اسمه الكومبلمنتري اللي هو الشيء اللي بيرتبط يعني زي الكومبلمنتري جروبس بنسميها. يعني لازم الليجند تبعك يشبه الـ binding site of the receptor. أوكي؟ إذا ما كان يشبه الـ binding site مش راح يرتبط. فهي تعتبر complementary groups. والله الـ binding site فيه carboxylate. إذا لازم دوائي يكون فيه إيش؟ هسا الـ carboxylate شوفي عليها شحنة. تعلمناها بالـ acidity والـ basicity. شو احنا سالبه ناسين ليكون ناسين كاربوكسيلات شوفي عليها شحنه يا حبيبي هذا الكلام صحيح كاربوكسيلات سالبه لانها بتفقد هيدروجين سالبه وشو شرحنا هذا على هيك انا ما بلوم والله المديسينال تو طلاب المديسينال تو اللي مش متذكرين شو يعني اسيد شو يعني بيس
اذا انتم امبارح امتحنتوا ميد مش متذكرين الكربوكسيلات شو راح يكون عليها شحنه داخل الجسم؟ راح يكون عليها سالبه. اذا دوائي شو لازم يكون عليه شحنه؟ موجبه. فهذا اللي بنسميه كومبلمنتري جروبس. كل ما كان في عندي كومبلمنتري جروبس اكثر بمركبي كل ما كان ارتباطه احسن بالبايندينج سايت. جاوبتك على السؤال ولا لا يا حمزه ولا مين؟ يا دكتور واضح عمار. عمار ماشي. طيب طبعا في كمان عوامل ثانيه راح نتعرف عليها لما نحكي عن الاجونست والانتاجونست، يعني فورجيت هسه، يعني بتاثر سلبا او ايجابا على الارتباط. طيب طبعا هنا حكينا نقطه مهمه بالنسبه للاي جي اف ار، لما يرتبط مركبك بحفز الكاينيز. هذا هو الكاينيز، شايفينه؟ هذا الجزء الكاينيز اللي مرتبط بالريسبتر. طلعوا لما تحفز الكاينيز، لما تحفز سوري الريسبتر اتحول لإشي اسمه دايمر. طبعا هذا مش بس بكل الريسبترز، بهذا الريسبتر بالتحديد بتحول لدايمر. هذا هو الاكتيف فورم تبع الريسبتر. فبارتباط هذا الليجند تحول الريسبتر لديمر، هي بنسميه الديمرايزيشن. لما يصير ديمرايزيشن بحفز لي الكاينيز، الكاينيز بيحول لي الاي تي بي ل سايكليك جي ام بي، بتحول عندي لسايكليك جي ام بي اللي هو سايكليك اي ام بي لسايكليك جي ام بي، وبعدين بحفز لي الكاسكيد اوف ترانزدكشن. ففي ادويه ممكن ترتبط مكان الليجند. فتخيل انا جيب الدواء ارتبط مكان الليجند، فهل الليجند راح يرتبط؟ لا، لانه اخذ مكانه. لا بالضبط. طيب هل الدايمر اتكون؟ إذا الليجند ما ارتبط هل الدايمر راح يتكون؟ لا. إذا ما راح يتكون الدايمر ولا راح يصير كل هاي التفاعلات. دكتور صح، لو دكتور صح لو الدواء كان أجونست راح يصير دايمر؟ ما أنا قاعد بحكي عن أنتاجونست هسه. فمركبي ارتبط، ما ارتبط الليجند، ما تكون الدايمر، ما عمل لي الترانزدكشن. أوكي؟ فهذا الدواء بسميه أنتاجونست. ممكن انا اعمل انتاغونست لا الريسبتر بطريقه ثانيه، خلي الليجند يرتبط وخلي الدايمر يتكون، بس دواي بصممه بحيث انه يرتبط وين؟ على الكاينيز. فراح يكون عباره عن ايش؟ كاينيز انهيبيتور. كاينيز انهيبيتور. اوكي، فخلي الدايمر يتكون، بس الكاينيز هل راح يشتغل؟ لا لا. هل راح يعمل لي سايكليك جي ام بي مثلا او الاذر؟ بالضبط، فما راح يعمل. فهذا كمان يعتبر انهيبيتور، بس مش انهيبيتور للريسبتر، هو اندايركتلي ويل انهيبيت ذا اكشن اوف ذا ريسبتر. اوكي، بس هو بالاساس وين ارتبط؟ هل ارتبط على الاكسترا سيلولر دومين ولا على الكاينيز اكتيف سايت؟ كاينيز اكتيف سايت. شفتوا كيف؟ على الكاينيز اكتيف سايت. فلما انا حطيت الاي جي اف ار كهدف الي اني اعمل انهيبيتر لهذا الريسبتر، ممكن عندي اكثر من طريق، يا اما بعمل انتاجونست للبايندينج سايت، يا اما بعمل انهيبيتر للافكتور انزيم الموجود. هل بتتوقعوا the shape of the antagonist
is the same as the shape of the kinase inhibitor. هل الانتاجونيست اللي بعمله ليرتبط هون نفس شكل الانهبيتر تبع الكاينيز؟ لا ديفينيتلي نو بالضبط مستحيل يكونوا بيشبهوا لانه هون البايندينج سايت مختلف تماما عن الاكتيف سايت تبع الانزيم. خلينا نشوف بس امثله. طلعوا هون اللابتينب. اللابتينب طلعوا وين بيرتبط؟ على التايروسين كاينيز. هاي شايفين؟ ممكن اجيب لك الرسمه تبعت هذا الريسبتر واحكي لك اللابتينب فور اكزامبل بده يرتبط هون ولا هون مثلا؟ بدك تحكي لي لا والله بيرتبط بمكان الاي تي بي بالكاينيز انزيم. طبعا لاحظوا معي للناس اللي متذكر كيف شكل الاي تي بي، هذا الجزء بيشبه الستركتشر اوف ذا اي تي بي حتى من الجزء الثاني كمان وهون كمان. لهذا السبب اللابتينب will bind to the tyrosine kinase domain of the EGFR specifically on the ATP binding site في مكان الـ ATP. متى ما ارتبط لاحظوا هنا انه ما بصير عندي activation للماب كي والـ BI3K. هذول كمان عبارة عن enzymes بصير لها activation عن طريق الـ tyrosine kinase. اوكي؟ فإذا أنا عرفت الليجند تبع الإنزيم اللي بنسميه السبستريت تبع الانزيم ممكن اصمم دوايا يشبه هذا السبستريت. مفهوم يا شباب؟ مفهوم. فاللابتينب يعتبر انتي كانسر كومباوند. It will inhibit the action of the EGFR receptor by binding to the tyrosine kinase domain. تمام؟ طيب خلينا نشوف النيوكليار ريسبتر. من اسمهم نيوكليار، اذا وين بيرتبطوا؟ على الريسبترز اللي موجوده على النيوكليار ميمبرين. من اشهر النيوكليار ريسبترز ستيرويد ريسبتر والثايرويد. اوكي؟ هاي عباره عن ليجندز بترتبط بالنيوكليار ميمبرين. اوكي؟ طبعا مجموعه كبيره من النيوكليار ريسبترز موجوده مهمه بالجين اكسبريشن. اوكي؟ فمثلا الاستروجين فور اكزامبل مهم بالجين جروث وبالجين ماتوريشن وبالسيل بروليفريشن. في عندنا كانسر ريسبت كانسر سيلز معي انتم شباب؟ في عندنا انواع، في عندنا انواع من انواع خلايا السرطانيه يعني بتعتمد اعتماد كبير على الاستروجين بالجروث وبالماتوريشن وبالبروليفريشن. مثلا زي ال زي البروستيت كانسر، زي البريست كانسر، زي الاوفيريان كانسر. هذا النوع من السرطانات بيعتمد اعتماد كلي على الاستروجين ريسبتورز بالماتوريشن وبالبروليفريشن، ولهذا السبب هو بده استروجينز.
فممكن أنا أعتمد على هاي الميزة وأخلي مركبي اللي هو أنتي كانسر درج يشبه الإستروجين بطريقة أو بأخرى. فكثير شغلات إحنا بنستفيد منها إذا الواحد درس شو هالنوع السرطان اللي عندك وعلى شو بيعتمد وشو في ريسبترز أوفر إكسبريست بهذا الريسبتر بهذا النوع من السرطان. أوكي؟ وهاي النقطة ذكرتني بشغلة الإي جي أف آر، ما بعرف إذا مكتوبة أو لا، يمكن مش مكتوبة هي. طيب الإي جي أف آر ريسبتر شباب هون، وهي مطلوبة منا، مثلا أوفر إكسبريست in lung cancer. EGFR overexpressed in lung cancer. شو يعني overexpressed in lung cancer؟ إنه lung cancer cells. مين كان بدي جاوب؟ كنت أنا بدي أحكي دكتور، مش متأكد إنه مثلاً lung cancer cells تتحفز كثير عليها أو يعني تحتاجه. إذا lung cancer cell بتحتاج هذا النوع من الريسبتر بكميات كبيرة for its growth and maturation proliferation. فإذاً النورمال سيل مقارنة مع الكانسر سيل، هل بتحتوي على هذا الريسبتر بكميات كبيرة ولا بكميات أقل؟ النورمال سيل تحتوي على بكميات أقل. كميات أقل. فإذاً إذا أنا صممت دواء يرتبط بالـ EGFR، وين تأثيره راح يكون أكبر؟ على الكانسر ولا على النورمال؟ على الكانسر. في كيف؟ فأحياناً إحنا بندور على إشي أو ريسبتر أو إنزيم بكون أوفر إكسبريست إن ذا لانج، أو سوري إن ذا كانسر سيل، مش موجود بكميات كبيرة بالنورمال، in order to find more selective anti-cancer agents. واضح؟ طيب فممكن أنا من معرفتي أو معلومة اللي وصلتني إنه الاستروجين ريسبترز أوفر إكسبريست in the cancer cell، فممكن أنا أصمم دوايه يكون يشبه الاستروجين عشان يدخل جوا الخلية السرطانية بكميات أكبر من دخوله جوا الخلية النورمال. واضحة؟ هسه أهم ما بيميز، وهذا الإشي بدنا نعرفه بس، يعني الستركشر هذا كله المعقد هذا ما بدنا إياه. بدنا نعرف إنه النيوكليار ريسبتر بيحتوي على تو ميجر دومين. الدومين طبعا الدومين هو عبارة عن جزء، يعني دومين هو جزء، هو بارت من الستركشر أو بارت من البايندينج سايت. أوكي؟ إشي مخصص لارتباطه مع الدي ان اي، واضح، وإشي بنسميه الليجند بايندينج دومين. اذا دي ان اي بايندينج دومين وليجند بايندينج دومين. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، إذا أنا بدي أعمل inhibition لهذا الريسبتر، بدي أخلي مركبي يشبه الدي ان اي ويرتبط بالدي ان اي binding domain، ولا بدي أخلي مركبي يشبه الليجند وبهاي الحالة راح يرتبط بالليجند binding domain؟ مين بعرف؟
ما في جواب؟ ما في صوت؟ فكروا. دكتور ممكن انه اخليه يشبه الليجند، يعني انا حسب انا فاهم ممكن انه الليجند بيحفز ارتباطه مع الدي ان اي ولا كيف؟ طيب هو نفس الشيء، لو الليجند ارتبط مثلا ودواك كان مرتبط مكان الدي ان اي، هل هيك انا بالنهايه راح امنع الشغل تبع الريسبتر، مظبوط؟ يعني ممكن على جهتين عادي صح؟ اذا ممكن دواية يشبه الليجند ويمنع ارتباط الليجند، وبهاي الحاله راح امنع الشغل تبع الريسبتر، وممكن دواية يشبه الدي ان اي ويمنع ارتباط الدي ان اي. اوكي، مين تتوقعوا يكون ليس توكسيك؟ انه دواء يشبه الدي ان اي ولا دواء يشبه الليجند؟ طيب بمعنى اخر، ماجدة بتحكي بيشبه الليجند، بالسؤال هذا السؤال اللي قبليه يا ماجدة؟ سلام تحكي انه يشبه الليجند بكون اقل توكسيس، ليش؟ طيب ليش يا رانيا؟ طيب ليش لازم يشبه الليجند بكون اقل توكسيسيتي؟ لازم الواحد يفكر شباب، لازم الواحد يفكر بمنطقيه، مش غلط يعني الواحد انه يغلط بتفكيره بس بعدين بيكتشف انه والله التفسير تبعي او التفكير لا ما كان منطقي. دكتور لانه عدده محصور مش زي الدي ان اي، انه لو بدي اسوي دواء زي الدي ان اي راح يرتبط بكل مكان. لا مش راح يرتبط بكل مكان، قربت انت يا عمار، راح يرتبط بكل مكان بيرتبط فيه الدي ان اي، صح ولا غلط؟ والدي ان اي بيرتبط في كثير ريسبترز نيوكليير داخل النواة، بينما هذا الليجند it is just specific for what for this particular receptor for this particular binding site. فلهذا السبب احنا بنفضل دواية يشبه الليجند ما يشبه الدي ان اي. مفهومة هاي؟ مفهوم يا دكتور. طيب زي ما انتم شايفين الستيرويد هرمون فور اكزامبل بيرتبط بالستيرويد ريسبتر، بعدين طبعا الستيرويد ريسبتر ممكن يكمل طريقه جوا النواة النيوكليار ويعمل لي اكتيفيشن للترانسكريبشن اوف دي ان اي. ما تركزوش على كل الحكي اللي مكتوب، اوكي؟ طيب فممكن دواية يرتبط ب البايندينج سايت تبع الليجند، ممكن يرتبط بالبايندينج سايت تبع الدي ان اي. طيب هذا السلايد فورجيت ات، بدناش هذا السلايد، بس هذا اللي حكينا عنه شباب، الاي جي اف اللي هو الجروث فاكتور ريسبتر، وبعدين لما يرتبط بالاي جي اف ار بيعمل لي اكتيفيشن الماب كي. لاحظوا معي الماب كي دخل جوا النواه ارتبط بريسبترز، شايفين؟ وممكن الليجند يرتبط مباشره بالريسبتر تبع النيوكليار النيوكليار ريسبتر. طيب في عنا من اشهر النيوكليار ريسبتر كمان شيء بنسميه البيروكسيزوم بروليفيريتور اكتيفيتد ريسبتر اللي هو البي بي ار. طبعا البي بي ار في انواع منه، بي بي ار الفا، بي بي ار بيتا، بي بي ار جاما، بي بي ار دلتا. فمثلا البي بي ار جاما مهم جدا ب
الجلوكوز هوميوستاسيس والليفل. عشان هيك الانهيبيتور اوف البي بي ار طلع عندنا ادويه لعلاج مرضى السكري، بايوغليتازون والروزيغليتازون، اكيد سمعتوا فيهم. طيب اخر شيء بمحاضره اليوم وراح نرجع نكمل الحكي هذا لانه في شرح كثير، اللي هو الدواء تبعي لما يرتبط بالريسبتر. وزي ما صار في مداخله لواحد من زميلاتكم انه هل هذا الدواء لما يرتبط راح يعمل اكتيفيشن يعني اجونست، صح ولا غلط؟ او يرتبط وما يعمل شيء بسميه انتاجونست. فخلينا نشوف طبيعه الارتباط. هسه ممكن دوايه اصممه بحيث ارتباطه يكون مشابه لارتباط مين؟ الليجند. ماشي، الناتشرال ليجند او الاندوجينس ليجند. لاحظوا معي هذا هو الاندوجينس ليجند، لما ارتبط شو حكينا بيعمل بالريسبتر؟ افكت بالنهايه، بيعمل ديكونفورميشن، يعني بغير الكونفورميشن بيعمل بيعمل كونفورميشنال تشينج. بالضبط، لما يعمل كونفورميشنال تشينج راح يعمل لي كاسكيد اوف رياكشن واكتيفيشن للسكندري ماسنجرز، فبالنهايه بيعمل لي اكتيفيشن اوف ذا ريسبتور. اذا انا صممت الدواية بحيث انه يرتبط بنفس الطريقه ويعمل لي اكتيفيشن بنفس الطريقه، شو بسمي الدواء؟ أغونست. بالضبط، أغونست. طيب إذا صمام الدوايا يرتبط، بس لاحظوا معي في اختلاف بطريقة الارتباط، فهل بتوقع الكونفورميشن اللي بتكون راح يكون مشابه للأغونست أو للليجند، ولا راح يكون شكله متغير او مختلف؟ مختلف. طيب فاذا الاجونست has an active site of similar shape، اذا راح يعطيني similar shape of the receptor closely resemble the binding of the endogenous. طيب بينما الانتاجونست it is close enough in shape to the ligand, because of that it will bind but it will not be close enough to produce the effect. واضحة؟ بشكل عام الانتاجونست بيعمل more than، يعني بيعمل bond more than the agonist. هاي مهمة شباب. الانتاجونست will form more bonds compared to the agonist. لأنه بيعمل more bonds، إذا الشكل في النهاية تبع الريسبتر راح يكون مختلف. أقرب لكم الصورة لهاي النقطة. تخيل معك قضيب بلاستيكي، تخيل هذا عبارة عن قضيب بلاستيك مرن، جيت شديته مسكته من هون وشديته ومسكته من هون وشديته بنفس الوقت، كيف راح يصير شكل القضيب البلاستيكي؟ هاي ملهاش دخل في الميديسن للشباب، مقوس إلها دخل بالثقافة العامة، صح يا عمار؟ صح دكتور. طيب شو راح يصير شكله؟ راح يتقوز دكتور. بالضبط، راح يصير شكله هيك.
فأنا ثنيته بما معناه. طيب تخيل حكيت لعمار تعال امسك القضيب، أنا ماسكه من الجهتين هذولا، وتعال أنت امسكه بقوة ثالثة وشده من هون، كيف راح يصير شكل القضيب شباب؟ اللي عنده ملكة فنية زجزاج حرف، لا مش زجزاج يا، راح يكون حرف في بالضبط يعني. بالضبط يعني هبة عندها تفكير فني. فطلعوا كيف صار شكله. لوين بدي أوصل أنا؟ إنه أنا طبقت ثلاث قوى على هذا الشكل المرن، اتغير شكله بطريقة مختلفة لما أنا طبقت إيش؟ قوتين عليه. فهذا اللي أنا بدي أوصل له. الأنتاغونيست will form larger number of bonds. بالنهاية شكل الريسبتر راح يكون مختلف عن شكل الأغونيست. فهل هذا الريسبتر شير the active form أو اللي بنسميه the active conformer؟ هل هو the active conformer؟ لا. فهل عمل activation؟ لا. إذن هو عبارة عن antagonist. The antagonist will bind. It will not induce the formation of the active conformer. بالنهاية it will inhibit the binding of what? Of the endogenous compound or the endogenous ligand. فهل في النهاية أعطاني effect؟ لا no effect. لا بالضبط، شايفين كيف الفكرة؟ فلهذا السبب بنحكي الأغونيست شو بعطيني؟ هل بعطيني positive efficacy؟ ولا ما بعطيني positive efficacy؟ positive يعني نفس الـ natural ligand. هل بعطيني نفس الـ activity تبعت الـ natural ligand؟ نعم. عشان هيك بنسميها positive efficacy. طيب الـ antagonist مستحيل طبعا، المنطق بيحكي انه يعطيني بوزيتيف افيكاسي، صح ولا غلط؟ طب شو راح يعطيني الانتاغونيست؟ ولا اشي دكتور، نو افكت. بالضبط، راح يعطيني زيرو افيكاسي. ما اعطاني اي ريسبونس، اي ريسبونس يعني انا بالزيرو على صفر. في عندنا مركبات بتهمنيش كثير مش راح نشرحها، اللي هي الانفيرس اغونست. الانفيرس اغونست طلعوا شو بتعطيني؟ نيجاتيف افيكاسي. تعلمتوها بالبايوكيمستري، هاي بنسميها الدي سنسيتايزيشن اوف ريسبتور. مش موضوعنا بصراحه يعني، احنا راح نركز على الاغونست، وراح نركز على وين؟ على الانتاغونست. اوكي شباب، في حد عنده اي سؤال؟ دكتور ايوه، الانتاغونست كيف طب بدي اعرف الريسبتور تبعه؟ نفس الفكرة. الانتاغونيست أنا بكون مصممه بحيث يكون في complementary groups موجودة تكمل الشكل تبع البايندينج سايت، تعمل الارتباط المناسب. بس بهاي الحالة أنا بكون حاط extra complementary groups، فبدل ما
زي ما الأجونست عمل 2 بوندز مثلاً، هنا أنا قاعد مركبي بيعمل 3-4 بوندز مع الريسبتور. أوكي؟ يعني بمعنى آخر الأنتاجونست must be recognized by the binding site. وضحت يا أحمد أو عمار؟ إذن it must be recognized by the definitely binding site. Okay؟ في أي سؤال شباب؟ طيب إذا ما في أي سؤال أنا بس بدي أسكر الريكورد، نأخذ حضور غياب. Okay؟